أنا طبعاً أتعاطف مع السيدة أم آدم من حيث هي امرأة ابتليت في زوجها، ابتليت في أبنائها، ابتليت في حياتها، فمن الناحية الإنسانية أنا أتعاطف معها، وأظن لا يوجد إنسان إلا ويتعاطف معها، لأنها أولاً وأخيراً هي مسلمة وإنسانة قبل ذلك، وهي مغربية، وإذن هي بنت جلدتنا منا وإلينا، أحببنا أم كرهنا. ومن هذا المنطلق، من منطلق الإشفاق، ومن منطلق الغيرة على هذه السيدة الكريمة، نشعر ببالغ الأسف والأسى على فهمها الخاطئ للجهاد في سبيل الله. فهي أعلنت أنها بايعت ما يسمى بداعش، وهذه المبايعة فيها نوع من أولا من الجهل بداعش نفسها، بحيث هي جماعة من التكفيريين في على أقل تقدير في قيادتهم، جماعة من القتلة، بدلا من أن يقاتلوا بشار يقاتلون المسلمين الآخرين، حتى أصبح من أبناء المغرب من يقاتل مع داعش، ومن أبناء المغرب من يقاتل مع النصرة، يعني أصبح المغاربة يتقاتلون ويتناحرون في ما بينهم في قضية ليست هي القضية الأولى بالنسبة إليه. فإذا كنا نقول بالجهاد في سوريا، فمعنى هذا أن الجهاد على السوريين. فأنا شخصيا لا أقبل أن يأتي شباب من سوريا يتسولون في أبواب مساجدنا في حين يذهبوا أبناؤنا ليقتلوا هناك، فهذه مفارقة لا نقبلها. وبالتالي فإذا كان ولا بد من الجهاد هناك، فهو على عاتق السوريين، والسوريون حوالي 30 مليون نسمة لا يفتقرون إلى العنصر البشري، كذلك الدول المحيطة بسوريا ما شاء الله، هذه تركيا وهذه باكستان وهذه السعودية، وهذه لهم الأموال ولهم الرجال، فليتركوا أبناءنا وحالهم. أما أن تدفع بفلدتك بيدها إلى هذه المحرقة هناك، فلست أدري ماذا أقول لها. أقول لها فقط اتق الله في نفسك، واتق الله في ابنك، واتق الله في هذه الجرأة الكبيرة على بلادها وعلى مجتمعها. فهي تعلم أن عندما تقول أنا مع داعش يمكن أن تعتقل في أي لحظة، باعتبار أنها تعلن أنها مع جماعة إرهابية، وأنها تساند الإرهاب، وأنها دفعت بفلدتك بيدها إلى الإرهاب وتقول ذلك. إذن ومع ذلك، ومع كل ذلك، مع كل هذا بين قوسين هذا التبجح وهذه الجرأة وهذه كله، ومع ذلك الحمد لله هي تصول وتجول آمنة مطمئنة، وأسأل الله عز وجل أن تبقى كذلك. هذا هو.